مرة تانية مع حضراتكم على الهواء مباشرة، ولو ليكم أي استفسار يا ريت تتصلوا بينا على الأرقام الظاهرة على الشاشة. مرة تانية مع حضرتك فضيلة الشيخ، وعايزة أسألك هل في الرؤى أنواع للنور؟ يعني ممكن حد يشوف في الرؤية نور بس في أنواع؟ يمكن أنا كنت بتكلم النهاردة مع الأستاذ حسن صبرة ومحمد الشربيني في موضوع النور دوت. النور أعظم نور، نور ربنا سبحانه وتعالى. صحيح، الله نور السماوات والأرض، ثم بعد كده نور سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إن ربنا قال قد جاءكم من الله نور. وبعد كده القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ونور المؤمن. صحيح. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ونور الهداية. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ونور الإيمان. وده أعلى درجات الإيمان. اللي هو ربنا أنزل فيه قرآن على دوان كانت تخص سيدنا عمر بن الخطاب، يوم ربنا قال إيه؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، والله أعلى وأعلم. ما شاء الله. طيب.